السلام عليكم. اليوم شهوتنا ديال الفاسيه ان شاء الله غادي تقدم لكم السانتير اللي غادي يكون مع الدجاج اللي غادي نحتاجو له ان شاء الله. عندنا هذا السانتير، الا كانوا الناس كيعرفوه راه تيعرفوه، اللي ما كيعرفوش هذا راه كيتباع هنايا حتى هو في هولندا. بالنسبه للناس كاينين عندهم في المغرب راه متوفر عندهم، وحنا عندنا هنايا اللي بغات تاخذو راه كاين هاد الخنشه هذه كيتباع، سميتها كامبيوني يا سميتها كامبيوني. هذه شريتها في واحد المحل هنايا في طنجه. بالنسبه للعطريه غادي نحتاجو الخرقوم، عندنا الابزار، عندنا سكينجبير، وعندنا الزيت ما بين البلديه والروميه، ولا بغيتو البلديه بوحدها تيمكن. عندي الثومه اللي غادي نجبدها من بعد، وعندي السلام عليكم. اليوم شهوتنا ديال الفاسيه ان شاء الله غادي تقدم لكم السانتير بالدجاج اللي غادي نحتاجو له ان شاء الله. هذا السانتير اللي اي واحد راه كيعرفو، يعني هو داير بحال الارز ورقيق، وعنده الراس ديالو بوينتي هكذا. غادي نحتاجو في العطريه هذا السانتير، راه كيتباع هنايا متوفر، انا ما شريتو من هنايا، كاين الناس المغرب راه تيعرفوه متوفر عندهم. انا حيت دايره الضو راه كيبان لكم صفر، هو راه بيض داير بحال الرز. الخنشه ديالو ها هي دي، هي هادي خديتها من داك الحانوت ديال طنجر الا مات الجامع ولا هذا ما عرفتش واش كتشبع عنده. بالنسبه غادي عندي الدجاج الكميه اللي عندكم، انا عندي هنايا واحد نص دجاجه، وعندي جناوح هنايا، عندي هنايا السمن اللي غادي نحتاجو في الاخر ديالو، غادي نحتاج واحد المعلقه صغيره ديال السمن. بالنسبه للعطريه عندي الخرقوم، عندي الابزار، عندي السكينجبير، وعندي الملح، وعندي الزيت مخلطه ما بين بلديه وروميه على حسب نتوما شنو بغيتو، بغيتوها بلديه ديروها، بغيتوها مخلطه ديروها. وعندي واحد المعلقه مع كبيره ما عمراش بزاف ديال طوماط بوري، يعني المطيشه ديال المركزه. عندي الثومه كذلك غادي نجبدها حتى هي، وعندي واحد القزبر ومع النس اللي غادي نحتاجهم حتى هما. اول حاجه نبداو بهاد السانتير هذا، اللي انا هنايا موجده الكسكاس اللي غادي نفورو هاد السانتير اللي غادي هو سخن ليا الماء. دابا غادي ندوزو نشوفو المرحله الاولى كيفاش غادي نديرو. دابا هاد السانتير اول حاجه غادي نهز هاد الدجاج من بعدو، غادي نقبض الزيت الروميه، يعني الزيت النباتيه، وغادي نحكو بها هاد السانتير. صافي هنا بعد ما درت له الزيت نزيدو شي شويه الزيت باش يطيب بنفسي. غادي نضيفو في الطنجره ديال الكسكاس اللي هادي تفورينا، غادي نضيفو هاد السانتير يتفور. من بعدها نصبرو عليه واحد ربع ساعه، وعاد ندوزو باش نصبو المسال ديالنا باش يجينا كلشي مقادد. دابا غادي نردو كيتفور هاد الكسكاس وغطاو عليه صافي، وندوزو للطريقه الثانيه ديال الدجاج. بالنسبه للطريقه الثانيه ديال الدجاج غادي نصبو قدامكم يعني بلا ما تحتاجوا انكم ديروا له الكوكو اللي كتشد، غير طنجره عاديه. غادي ناخذ الدجاج ديالي وغادي نرمي هاد غادي نضيف سكينجبير والزعفران الا بغيتو ديروا تزيدوا اللون تزيدوه، بغيتو تخليو غير الخرقوم، بغيتو ديروا الزعفران شعره غادي ديروا الزعفران شعره. كندير سكينجبير، كنضيف الابزار، كنضيف الخرقوم، غادي نضيف الملح، الا
اللي غيطيب لنا باش غادي ان حنا ما دايرينش الملحه في سانتير، درت اضافه كثيره للملحه، لان فاش غيطيب الدجاج غادي نوليو نردو داك السانتير هنايا في الطنجره. بالنسبه لهذا المطيشه غادي نحتاجوها حتى الاخر. دابا غادي نضيف واحد شي شويه ديال الماء، من بعد غادي نديرو غادي تشحر ليا مزيان كيف دائما كنوريكم بعد الوصفات. غادي نضيف له كذلك الثومه اللي غادي نقيها طريه. هنا خديت واحد على حسب الكميه الثومه، انا كتمغي الثومه في اي حاجه كانت قليله ولا كثيره كندير الثومه. عندي هنا واحد 5 ديال البريصات، هنا غادي نشحر هادشي كله مزيان. راكم كتعرفوني في النصيب كي كنشحر ما كنديرش الزيت، حتى كيتشحر لي مزيان عاد كنضيف الزيت. وغادي نضيف هنايا البصله اللي غادي نقطعها واحد جوج بصلات ولا ثلاثه على حسب اللي بغيتو نتوما، غادي نقطعهم طرونشات يعني شنين فات. من بعد غادي منين يتشحروا ليا غادي نرمي عليهم البصله، وديك الساعات نخليه نزيد عليه شي شويه الماء ونخليه كيطيب على الخاطر، باش ماشي بزاف كاع لاننا غادي نحتاجوا الماء باش غادي نضيفوا عليه بحال الشكل ديال الروز اللي غادي نسلقوا. بالنسبه لهذا السانتير يعني كنقولوا له حتى بطريقه اخرى لسان العصفور، يعني كنتمنى انه يكون في الدول العربيه كذلك باش نتوما الا بغيتوا تجربوه يكون متوفر عندكم. دابا غادي نشحر انا هذا الدجاج هذا قدامكم ونرجع لكم. صافي هنايا من بعد ما تشحر لي الدجاج، كيف كنقول لكم دائما خص الدجاج يتشحر واللحم بالعطر ايام بلا ما بلا زيت الماء ضروري شويه. دابا هنايا هانتوما كيف شفتوا البصله كي قطعتها، هادو هما الطرونشات اللي كنقول لكم عليهم يعني على الطول ديال البصله. انا قطعت هنا واحد 3 على حسب الكميه، الا كنتو نتوما عندكم الكميه صغيره غادي ديروا الكميه تقريبا واحد جوج بصيلات ولا صغيورين، ولا كنتو بزايد شي شويه جوج بصلات كبار. هنا عندي معلقه ديال القزبر ومعدنوس، وهنا عندي الزيت ديالي. هنا غادي نقبض هاد البصله غادي نضيفها هنا فوق هاد الدجاج، كذلك غادي نضيف القزبر ومعدنوس اللي انا جابداهم من المجمد. دائما تنقولها لكم انني كنقطع انا كلشي. هنا غادي نضيف الزيت اللي غادي يتنصب لي، هذا راه ماشي بزاف تيتبان لكم الكاميرا داكشي بزاف. غادي نحرك هادشي انا مزيان ويتشحر واحد 5 دقائق ونرجع لكم، ولا من بعد غادي نديرو نضيفو له الماء اللي غادي يطيب لنا فيه الدجاج. هنا من بعد ما شحرت القزبر ومعدنوس والبصله والزيت مع الدجاج، هنا غادي نضيف له الكميه اللي غادي يطيب فيها، ما نكثروش لاننا حتى يطيب لينا الدجاج عاد نزيدوه ديك الساعات الماء اللي احتاجينا. صافي هانتوما كيف كتشوفوا الماء ما كنكثروش باش يطيب الدجاج لذيذ. السمن ما غاديش نديروه دابا كي قلت لكم، حتى مطيشه ما غاديش نديرو بها حتى نطيب لنا الدجاج، من بعد غادي نهزوه. دابا غادي نوري لكم السانتير اللي راه هو تيتبخر. هانتوما شفتوا هاني كنحركو، تبقى مرة هكذا كيف السكسو ولا الكسكس كتحركو مرة تبقاو كتحركو حتى تحسو به انه بدا كيطيب مزيان، يطيب لينا باش غادي نديروه في ديك المرقة اللي غادي يطيب فيها الدجاج. دابا غادي نتلاقى بكم من بعد فمبا غادي يطيب لينا هذا السانتير ويطيب لينا الدجاج. صافي هنا الدجاج ديالي ها هو دابا طاب، دابا غادي نهزو كامل. من بعد ما غادي نهزو غادي نخلي فيه ديك البصله ونخلي داكشي كامل، من بعد غادي نزيد هذاك المعلقه الصغيره ديال السمن ومعلقه صغيره داك المعلقه اللي ما عمرش بزاف ديال المطيشه، وباش نديرو هذاك السانتير اللي درناه يتفور. حنا كنديروه يتفور لاننا ماشي باش يطيب كامل، ان هي باش ما يتعجنناش وما يتلاقاتناش وحده مع وحده، باش كيتحل باش كيجي ساهل في الطيار ديالو. دابا غادي نكمل معكم كيفاش هنا هزيت الدجاج ديالي اللي كتشوفوه هو هذا. دابا عندي هاد لاصوص اللي هي راه مازال عندي هادي السانتير اللي ولا لسان العصفور اللي بخرته باش تحل لينا
ما كيضاعف شويه ديال الحجم ديالو، ولكن غيضاعف اكثر من غادي نضيفو انا كله في هذه الطنجره هذه. هاني ضفتو في هذه الطنجره، دابا غادي نحرك عليه ونغطي عليه ونخليه كيطب. هو تيشرب في هذه المرقه، هو كيطب. الا حسيتو به ان مازال ما طاب لكمش غادي تزيدوه الماء، وانتم كيشرب لكم هذه الحشوه هذه حتى كينشف وكيرجع بحال الرز ناشف. وغادي من بعد نرجع لكم. دابا غادي نضيفوا له هاد المعلقه صغيره ديال السمن، غادي نضيفوا المعلقه صغيره ديال السمن، وغادي نضيف داك مركز طماطم اللي كيبغي الحموريه بزاف، يدير الحموريه اللي كيبغيها قليله، انا درت معلقه ما عمرهاش بزاف. دابا غادي نحرك الخليط كامل، وغادي نخلي هاد العناصر كلها كتشرب مره مره حتى كنطلع ليها صافي. ومن بعد ما حيت يطيب لكم غادي، بغيتو تحمروا الدجاج حمروه، بغيتو تخليوه هكا من بعد تلاقاو على الشكل النهائي ديالو. انا عندي هنا الدجاج ديالي ضروري غادي ندير له، غادي نمشي دهنتو بالزيت عاديه روميه، غدهنتو غادي ندخلو الفران، كيعجبني داك اللون الحموريه ديالو فيه. انا غادي نمشي نحمرو شي شويه ونرجع لكم باش غادي نطبق نقدمو الشكل النهائي ديالو. صافي هذا هو الشكل النهائي ديالنا ديال السانتير بالدجاج، كنتمنى انه يعجبكم ان شاء الله وتجربوه. وها نتوما كيف كتشوفوه كيجي، كيجي رائع. ما تنساوش لي جيم وما تنساوش لي كومونتير، وكنتمنى ان هذا الفيديو هذا تعطيوه حقه في المشاهده. كيف قلت لكم راه ما كاينش المشاهده بزاف، لان كندير مجهدي وكنعطيكم اشياء مبتكره ورائعه، وكنتمنى ان يعجبكم وتطبقوا هذه الطريقه هذه، راه كتجي رائعه. شكرا لكم على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.